قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية واصلت الهجمات حول محطة زابوريج النووية، بما في ذلك إطلاق 8 طائرات مسيرة من طراز كاميكازي على المنشأة. وقالت وزارة الدفاع إن القوات الروسية أسقطت جميع الطائرات بدون طيار خارج أراضي محطة الطاقة النووية، مشيرة إلى أن مستويات الإشعاع لا تزال طبيعية. أهلا بكم من جديد. أكد وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن تلميح روسيا بشأن احتمالية استخدام أسلحة نووية يعرض العالم للخطر. وأضاف كوليبا أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية غير مقبولة على الإطلاق، وأكد أن أوكرانيا لن تستسلم في مواجهة ذلك. أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية شنت 10 الهجمات الصاروخية والغارات الجوية على أهداف عسكرية ومدنية، من بينها 35 تجمعا سكنيا في الساعات 24 الماضية. يأتي هذا فيما وصفت الرئاسة الأوكرانية الاستفتاءات على ضم عدد من المناطق لروسيا بالباطلة، مشيرة إلى تصعيد موسكو العمليات القتالية بعد قرار باستدعاء جزئي لقوات الاحتياط إثر خسائر تكبدتها موسكو مؤخرا في أرض المعركة. أعلن المكتب الإعلامي لحلف شمال الأطلنطي ناتو أن الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ سوف يلتقي غدا رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين في العاصمة البلجيكية بروكسل. وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحلف، فمن المتوقع أن يناقش الجانبان أحدث التطورات على الساحة العالمية مثل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من القضايا محل الاهتمام المشترك. Yeah.